الموضة ولأنها شيء استهلاكي بتبقى بحالة تطور دائم، وكل سنة بتظهر موضة بتختلف أكيد عن السنة الماضية بموديلات وألوان جديدة، بس مع هيك بكل موسم بنلاحظ أنه في موضة قديمة رجعت ولو ممكن بتفاصيل صغيرة، ممكن أكسسوارات، نقشات أو حتى موديلات. دائما في 30 سنة بترجع اليوم، 20 سنة بترجع اليوم، وأحيانا الموضة بتكرر نفسها، لهيك بيقولولنا ما ترمي شيء ممكن بعد 10 سنين يرجع يصير موضة. وعدا عن هيك في كتير أشخاص بحبوا يعيشوا موضة العام الماضي أو القرن الماضي أو العقد الماضي بكل تفاصيلها، وبيتبعوا الستايل الكلاسيكي أو اللي منقله الفينتاج لوك. تفاصيل الفينتاج لوك أو الفينتاج ستايل وكيف ممكن ننسق عناصره لنحصل على إطلالة أنيقة تناسب العصر ومع هيك تذكرنا بحقبة زمنية ماضية. ضيفتنا مصممة الأزياء رنيم خباز جاهزة لتخبرنا كل الإجابات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني عم نحكي هيك عن ستايل، ما بعرف إذا في كتير من الناس بيحبوه بفضلوه أو ممكن نحنا كجيل معين نتمنى أنه ترجع للستايلات القديمة، لكن بالبداية رح ناخد من حضرتك شو نقصد بالفينتج لوك والستايل الكلاسيكي. هلا الفينتج لوك هو اي قطعه ثياب من 100 سنه ل 20 سنه لورا، تمام؟ يعني هو اي شيء الثياب القديمه مثلا الستينات سبعينات ثمانينات والتسعينات هن هلا كثير موضه، تمام؟ كثير يعني اي قطعه من هدول القطع تعتبر هي فينتج. معناتها اذا عندنا حدا قديم انه اي قطعه قديمه الواحد مفروض ما يكبها لانه كل شيء عم يرجع يدرج. ممكن نرجع لاهالينا او ممكن يعني جدودنا وستاتنا، يعني اذا موجود عندهم قطع فساتين جواكيت هدول قصص ناخذهم وبقى نعدل ونحن نعدل عليهم ونعملهم بطريقه عصريه. هلا اما بالنسبه للوك الكلاسيكي هو اي قطعه بتقدري تلبسيها باي وقت، هو بيكون الوانه الالوان البيزك واللي بيكون كثير بسيط وكثير انيق. تماما. يعني فستان خطبه والدتك بينفع هالايام. الفستان اللي راحت فيه ستك على عرس مدري مين ما ترموه. هلا بنحكي مع رنيم كيف ممكن تجددوه ترجعي تلبسيه. وحتى للشباب في فينتج لوك. ايه اكيد. شو بيفرق الفينتج لوك عند النساء للرجال؟ يعني شو الملامح العريضة لكلا الجنسين؟ إذا بدنا نقول ستايل فينتج للسيدة شو الخطوط العريضة؟ هلأ يعني هلأ ما في ستايل، ما في قاعدة معينة. يعني هلأ مثل ما أنا شايفين كل شيء قصات عم ترجع تدرج نفسها بس بطريقة عصرية. مثلاً واحدة من هالقصات مثلاً شو هي؟ يعني مثلاً الرفلز كتير دارجين هنن هلا وهنن كتير قدما. يعني إذا بتطلع على الأفلام القديمة أغلب الفساتين أو الأمصان اللي كانوا يلبسوها إلى رافلز أو الكمام الباف فهن كتير موضة. عم نشوف نحن وياكي والمشاهدين يعني صور فعلا هدول فينتج لوك وهلا كثير موضه. يعني لكلاسيكي كثير جدا، ما بعرف اذا في كثير من الناس بفضلوه او بحبوه او لا. يعني خلينا بالزمن اللي عايشين فيه بالحقبه اللي نحن موجودين فيها شو دارج بنلبس. الشيء القديم في ناس بتبعد عنه، ما بعرف اذا في اشخاص ثانيين بفضلوه. اذا انا عندي اشياء قديمه وحابه اجددها، حابه اعمل شيء عليها جديد، ممكن الفساتين اللي قلتين عليها كيف ممكن انا ارتبها بشيء يتناسب مع هذا الوضع ما يبين فعلا انه قديم كثير لا او مو ظابط؟ يعني هلا ممكن يتعذر عليه بطريقه لبسه، انه انت تلبسي فوقه مثلا بليزر، ممكن تلبسي معه حزام بيطلع احلى مثلا، انه حسب هلا شو دارج، عرفتي؟ بس برجع بقول لك انه هن نفسهم دارجين، يعني القصات القديمه نفسها مكرره حالها. أوكي. يعني حتى الفساتين القديمه انه فيك تلبسيها بدون ما تعدليها لانه هي نفسها هلا موضه. حتى الجينزات عم نشوف يعني الخصره كثير عاليه اللي ممكن كان يوصل لهون، تمام؟ يعني فوق السره لا راجع وبقوه، ان كان شباب او حتى بنات. ممكن كمان البناتني اللي كان لهم زمه تحت للشباب كان ما حدا يلبسه غير الشارلستون. الشارلستون دارج والبوتكات دارج، البنطلونات اللي هي بتكون عريضه من فوق لتحت كمان هي موضه، كمان هي من الستينات، هي كمان ماخوذه من السبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني نحن هدول الحقب الزمنيه هدول نحن هلا مكررين حالهم هلا. معلش احكي شغله أكيد. وهي نور بتعرفها عني، انا من هالزمن بحس حالي ما بعرف ليش إيه من هذا الزمن تبعي. هو احلى من هلا الثمانينات للسبعينات بالملابس بالثقافه بهالموضوع. يعني يمكن صار لي 10 سنين على الشاشه بيقولوا لي غير قصه شعرك، لا كلاسيكيه هيك بحبها. اي تمام، لا لوك كلاسيكي تمام. انا انه روح لشيء كثير جريء يكون، ما بعرف ليش. طول شعراتك مثلا، مع احترامي للناس اللي بتحب كل شوي والثانيه تغير باللوك تبعها. بتذكر هلا طالما عم نحكي عن الشباب او الرجال، القمصان العريضه الاوفر سايز، بتذكر الالوان الكريميه، بتذكر شوي النساء كمان البفات اللي على الكتاف، هدول الامور كلها. اذا بدها تلبسهم الصبيه او الشاب بهالايام شو التعديلات اللي لازم تضيفهم؟
ولا تاخذهم خلص مثل ما هنن؟ انا برايي انه تاخذهم مثل ما هنن، يعني لبس برجع بقول لك انه انا لبس بالنسبه لي بحس انه هو ما له قاعده، كل واحد حسب شو بيحب، يعني بما انه كل شيء دارج ما في شيء نتقيد فيه. يعني هلا حتى مثل ما قلت انت انه حلو الواحد انه اذا حابب يجرب لوك جريء بجربه ممكن لفتره بسيطه، بس ترد بيرجع للوك القديم تبعه، يعني بجربه لعشر ايام بعدين بيرجع. تمام، انا بيرجع للوك القديم، يعني ما بعرف، يعني مثل ما انت قلت حتى انا بحس انه القديم بيضل احلى من الجديد. ايه له رهجه اكثر. اي تماما. تمام، رح ننتقل للاكسسوارات. تمام. عم نشوف في اختلاف كثير كبير بالاكسسوارات، كان ايام زمان ممكن كنا نشوف الحلق الكبير، الطواق الكبيره، الحجار، الالوان، بفتره زمنيه معينه خفت ماتت، هلا عم نشوف عم ترجع. في كمان جديد ممكن فينا ندخله ضمن هذا الستايل اللي بنحكي عنه اليوم؟ هلا ممكن اذا الواحد انه لابس قطعه انه فينتج وهو حابب يبين انه هو اللي تبعه كثير فينتج انه يحط شيء من الاكسسوارات هي القديمه، بس اذا الستايل كلاسيكي بفضل انه يكون حاطط اكسسوارز انه تكون كثير ناعمه وانيقه، يعني ما يكون كثير عامل هيك عجقه باللبس، يعني مع الالوان البيزك بفضل ساعه حلق مثلا او طوق انه ما يكون في كثير شغلات. هلا الحلق كانت يعني شبشيل شبشيل قلميس قلميس. لا هي لهلا انا ما بحبه. لهلا بس هلا في هي موضه كثير، يعني لبس معين بتحسي انه حلو معه. أي تمام. يعني بحس حالنا انه شوي ترند شوي غريبين عن الايام العاديه او الاشياء، ممكن تزبط لجلسه تصوير. ممكن فوتو سيشن. جلسه تصوير رائعه كثير بتطلع حلوه. والله وجع بالي هيك قصة هيك بس تعجيب التياب، يعني إذا جلسة التصوير بدك مثلاً 7 أو 8 لوكس تعجيب الأوتفيتس بقى منين بدك تلمهم. في شغلة تانية، في أخطاء مرتكبة لما بدي أرجع لحقبة زمنية معينة، بتصير مثل ما قلتي إنه أنا بلبس قطعة معاصرة مع قطعة بشكل قديم، فبتحسي اللوك مشوه مو صح، مو ظابط، ما في ثيم عريض عام. شو الأخطاء الثانية اللي ممكن يقعوا فيها السيدات أو الرجال؟ الأخطاء الثانية أنا مثلاً هلأ دارج كثير تضارب الألوان الكونتراست. تمام، بس هلأ كمان بده يكون واحد مهتم كثير لتفاصيل الجسم إنه شو الشيء اللي بيناسب الجسم وشو اللي ما بيناسبه. ومثل ما حكينا انه على الاكسسوارز انه اذا كان كثير تضارب الوان ما يكون في كثير اكسسوارز انه كبير وضخم وهيك، يعني ما بيطلع. ايه بيلبسوا الاساور او بيلبسوا مثلا الكوليه بطريقه ما لها مناسبه مع الاوتفيت تبعهم. تمام، وهذا الشيء يعني ممكن يسبب شوي تنمر، شوية احاديث، شوية كومنت. هلا كمان موضة القبعات كثير موضة. ايه هلا عم نشوف كمان طواقي الاشياء اللي عم ترجع فعلا بقوة بهذا الوقت، ممكن ندخلها شوية تعديلات لتواكب الموضة اللي نحن موجودين فيها، يعني في كثير قصص، في كثير تفاصيل ممكن نحن ننتبه لها ونكون يعني مواكبين للعصر الموجودين فيه، ولكن كمان جايبين شيء من الستايلات. تمام، بس بفضل كمان مع اللوك الكلاسيكي ما تكون القبعات بالوان فاقعة، يعني بفضل انها تكون الوان بيزك كمان بتطلع احلى. طبعا. بس مع اللوك الفينتج اذا الواحد حابب انه يطلع انه هيك فينتج كثير انه على فكره حتى. على فكره نجوى كرم هلا منزله كليب لابسه فيه فساتينها اللي كانت تلبسهم ب 1980 90 حتى بالحفلات بجرش بسوريا كمان، فرجعت هيك اللوك الفينتج بس بطريقه معاصره شوي. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا ويسعد صباحك. ويسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي.